شايفه تراجع عمايلها؟ منشار يا اختي جت نميله بخضنا. ده انا غلبانه وبجري على ايتام. انت بتجري على ايتام؟ تسعه فقرص بعض زي السلالم يا تجراسي. ما رضيت لهمش بالشيء الفلاني واتبهدلت انا. ده غير امي عندها الفسفس بعيد عنك. الفسفس؟ ده مرض خطير. الدواء والحكمه ما بتخلصي. لا قوة إلا بالله، يا ما في الدنيا بلاوي، خذ دول كمان. تسلم لي يا تجراسي. تعالى تعالى ما أقولكش. أنا غلبان وبجري على أيتام. بتجري على أيتام؟ تسعة يا تجراسي، فقرص بعض زي السلالم. ما رضيتلهمش بالشيء الفلاني، واتبهدلت أنا. طب خذي دول. ده غير امي اللي عندها الفسفس. فسفس؟ بعيد عنك، ده مصاريف الحكمة والدواء ما بتخلصش. لا حول الله، يا ما في الدنيا بلاوي. طب خدي دول كمان. تسلم لي يا تجراسي. ده انا غلبانه. لا حول الله. طب خدي دول. ده غير امي، امي عندها الفسفس بعيد عنك. فسفس؟ الفسفس مصاريفه، مصاريف الدواء والحكمة ما بتخلصش. يا حول الله، ما في الدنيا بلاوي. طب خدي دول. تسلم لي يا تجراسي. تعال تعالى ما اقولكش. بيوتفل بيوتفل. دودنباي يا شوني ابقى تعالى. انا عارفه بيحبوا فيها ايه. يا اختي انا مش شايفه. بيدي الحلق للي بلودان. انا بلودان يا شكل ابو قردان، يا وش قرمدان، يا عرة النسوان. انت اللي قطعت الارزاق وما عندكيش في شغلك اخلاق. اللي في جمالي تفعل فعال، واللي مش عاجبها من شعرها حاجب. انا بقى اللي حاجبك من شعرك واخليكي فرجه للي يسوى واللي ما يسواش. طب تعالي بقى يا ام 44 لما اوريك انت مين وانا مين. طب تعالي بقى. يا لا من هنا. الله هما راحوا فين؟ في الشفخانة. يا ناس شلوها من فوق اللي موتها. يا مارة يا موتها. يا مارة يا رشانة. واحنا قد الكابتن عباس. انا هوديك. انت حرة مني فيها. هوديك حرة. يا ناس يا ناس اللي موتها. وانت كمان يا بنت العامشة. 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 أنا صحيح اسمي كله ماشي، إنما مش كله ماشي. انا بلطجي لكن سريع. لا انت سرقت الاس. ايه ده؟ طب اخرس يا مزيكا. ولا عباس هتخانق. يلا بينا نكت. فين؟ محدش يخرج من خمسه باب الا لما يدفع الحساب. واتس اب يا مدير؟ اي ونت تو جو، ونت تو جو هوم. ايه ميوزك؟ وير دي يو ستارت ذا ميوزك؟ ايه واتس اب؟ رزق انت يا جوني. مالكش دعوه. بتقول على مين حرامي انا؟ انت عباس. حد تاني غير الخضري بيقول ان انا حد الله حرامي؟ العفو يا كابتن عباس.
احنا فلوسنا وانتو ما حدش يمد ايده على فلوسه. ما دام شهدتولي بان لعب سليم يبقى انا الكسبان. الا فلوس انا يا عباس، مش كل الطير يا كابتن. يا حصانه يا خضري، ترفع عليا سكنتي اشرحك بيها كمان يا عباس. اخص عليك يا خيخه، واحد تعالى لي يا عسل تقولولي. كله ماشي اديله ميه، اديله ميه، كله ماشي اديله ميه، خد ميه عشان تبقوا تتعلموا اصول الله. ما خدش في ايدك غلوه. اسمك الكابتن، وصحيح كابتن على حق. عشت الايادي يا امس، وتبقى تيجي كل يوم زي العاده وتخسر بالادب. بالادب، مفهوم؟ حاضر يا كابتن. او كده تبقى عسل يا عسل. سندور مو بره. ماشي يا معلم. قوم يا اخويا، قوم يا خيخه، قوم كسبت غيرها. Hey, very good, very well, fantastic, it was man, good play. Yes. طب ما دام انت معجب قوي كده، تعالى تعالى. You wish a break? Yes. Me wish a break? Yes. You wish a moon? You bring me a nice girl, a friend. You bring me a very, very, very beautiful girl. Yes. Hey, كله ماشي. مش شايف الزبون ولا ايه؟ ما تلاقي المسائل كله. شايف جاهز وجاي وكله ماشي. مستر عباس is a very good man. Yes. Oh, no, 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 yes, no, yes. ماني في الاول يا خواجه. اذا كنت انت انجليزي انا مش هندي. حكيم انتوا لما بتذكروا ما بنعرفش نتفاهم معاه. اشور اي ويل جيف يو يور ماني. اوكي. شايف الفلوس معاه قد ايه؟ بقول لك ايه؟ انا مش قد بريطانيا العظمى. مش حمل جنايه. يقفلوا لي المحل واتشنقان قبل منك. Here is your money. Thank you. Thank you very much يا بنك مصر. تعال ما اقولكش. ده عينيا. هو في البجراسي في دوة الشارع كله من باب الحديد للازبكية. طورت الكل يا ست الكل. يا اخويا تلاقي. هات بالون الكونياك هنا على حساب. بس الليل عليك قوي. حضرت البرباشة والأنس والقصر كله. بجراسي يا كيد عزام. لسه شايفه الخضري اللي سميره طالعه به السما وهي موصلاه مدفوع الطريحه. خضري مين وسميره مين؟ ده انت معاك الكابتن يا بيه. تسلم لي يا فجراتي. الله قدام قدامي. على يدك فايف. كله ماشي يا نعم. ادينا كتف في صحه الفرع. يا هيل اجازه مستورد سد بلاده وعلى حسابي. فدى عيون ست الناس. تشكر يا خلالي. مش كل اللي يشرب في خمسه باب يدفع الحساب. خد يا تجراسي. انت هتاكليني في العجايز؟ ايه الشغل اولا؟ حاضر يا عينيا. اتفضل يا تجراسي. ايه؟ بس دول؟ قالك اعمل ايه؟ ما هو السوق نايم. خبر يا بت، طلعي اللي مدكناه. هو انا برضه حنكر منك الفلوس يا تجراسي. انت هتقبي ولا لا؟ لا 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 يا عباس، مش كده يا كابتن. نعم يا سي، كله ماشي. الله، وانت مالك انت تجراسي؟ ويقول لي يا خدامه مداس، وانت شحشرك بينا كده؟ طيب يا تراجي، انا غلطان. ده ضرب الحبيب عمره ما يصير. ده احلى من اكل الزبيب ومحدش له دعوه بيه. خد يا تجراسي. اتفضل. شفت ازاي؟ على قد ما انا اصيل معاكي انت بتطلعي قليلة الاصل. الله، خفت
عليك تضيعهم في القمار، قلت اشيلهم. وانا من امتى بخسر في القمار يا بنت؟ اوعى كده بشوف الخواجه راح فين. اشوش عشوني يا بنت الضمي الخمره مش هتدفن همك يا تراجي، بالعكس هتصحيه. سيبني دلوقتي في اللي انا فيه. اسمعي كلامي، انا قريت كتير زمان في علم النفس. انت عارف كويس انا كنت شايل الفلوس دي ليه؟ ايوه عارف، لكن طلعت خيبه ما خبيتهمش في البيت ليه؟ وهو بيفتش البيت حته حته، خفت استفرد بيه هناك ويضربني. قلت اجي اخبيهم عندك. وديتهم له ليه؟ ولما جيت احوش عنك منعتني ليه؟ خفت عليك منه، انت مفتري وانت مش قده. وانا نصيبي كده. انت عشاني من مين فارق ماتش حبي؟ كويس كتير ازاي كنت يا عريس تبقى بوك وتنسى من العمسة. حاسم ايه تفتح؟ انت باين عليك مفتح قوي. قول يا ولد العم، تعرفنيش كده ساعة حظ وفرفشه؟ هتكلفك كتير. معاك معايا وانت العم معايا، انا لسه بايع البط ودي محفظت اهي دبلك معلق. تكسب يا عسل. يلا يا رولا ما تقوم تفرفشلنا الجو شويه يا ست تراجي. اخويا ابعد عني، انت كمان اتنايل، انا ناقصاك التراخى كده. طب عايزين تراجي عايزين تراجي عايزين تراجي عايزين تراجي. أكل العيش مفيش أبقى منه. أنا زمان لما كنت بيزنس مان كنت تملي أقول كده. عايزين تراجي عايزين تراجي زمان عايزين. يمكن ينحطوكي بقرشين أخفيهم لك أنا قبل ما يطب عباس. سنجر عليا تعدل
مجيه بالموني وحده تكسب تراجي فنجر عليا تعدل مزجيه بالموني وحده تكسب تراجي وردهولك سلام مربى سلام مربى للجدعان. قاسم يا عمنا روق لنا دمنا قاسم قاسم يا عمنا روق لنا دمنا رقصني يلا رقص يلا يلا رقص نسينا همنا سلام عرنب مئة ألف مرة يصد جوه ويرد بره تشرب لي بعد الساعة واحدة من غير ما حاجة علي تبان شخلعني شخلع على واحدة ده انا اللي مهي مفيش واحدة تشرب لي بعد الساعة واحدة من غير ما حاجة علي تبان باب الحديد والعتبة كمان باب الحديد والعتبة كمان باب الحديد والعتبة كمان باب الحديد والعتبة كمان 35 36 45 ومعانا واحد الساعة كام دلوقتي وانت لسه فاتح والمزيكا والرقص شغالين؟ بعدك زيته انا قاعد مستنزلك وحالف ما يشطب الا ما انت تيجي يا بختك شديت لك الحلوة وسع على الحكومة يا ولا اوعى تعالى ما اقولكش اقعد سايبت ركابنا كله ماشي يلا يا كله ماشي جاهز جاهز ومحضر لك مزاجك ايوه اتفضل يا سيدي الكل كونياك نبيت روم زبيب تيراميسين توكسافين وكله ماشي وكله ماشي وكله ماشي هو حد بيتاخر عنك بس كله باوانه اقلع طربوشك عشان تستريح اقلع الطربوش ونجرب الكونياك اتفضل ايوه كده اهو حلو ايه رايك التاني وانتوا كسفين ده كمان ده كمان ايوه يديك القوه يا تاج راسي اوام قدرت تربحهم كلهم ونملاله غيرهم احنا لنا بركه اللي هو والدوريه والمسؤوليات الكتير اللي عليا هو في حد هنا مسؤول عن الامن غيري سلام مع السلامه يا كبير المقام تقيل يا مزيكا هي دي بقى ساعة الحظ والفرفشة واخدنا على فين يا ولد العم الحظ والفرفشة دي الحرسات يا ولد العم هنفتحها يا ابو خال قلت لك هتكلفك كتير يا عسل ولا
الحادث بتاع امبارح. انا عايز كل الجهود لضبط الفعل، وعلى العموم الحوادث كترت خالص في الحج. كل المخالفات بقت بتتعمل علني، وده محتاج مرور مستمر منكم. احنا بنمر يا سعادة البيه وبيظهروا لنا كل حاجة سليمة، لكن اول ما بنمشي انا عارف اللي بيحصل، ودي مسؤولية الكونستابل النوباتشي الثابت هناك. بيفسدوهم يا سعادة البيه، وكل واحد نعينه بيغروا بالفلوس او البنات، زي الكونستابل بتاع امبارح اللي حبسته. احنا لازم نختار واحد مستقيم وشريف وقوي يقدر على البلطجية بتوع الحي، وما يغرهوش اي حاجة مهما تعرض عليه. محدش يتحرك من مطرحه. اه ياما، ايه غارت المان؟ لا، تفتيش بامر الحكومه. ولا انت فاكره ان مفيش حكومه؟ انا تاج راسي يقطعني. طب ده انا ليل ونهار بقولش الله يا حكومه. في الإبابة اللي في إيدك دي عباس. ده أنا عباس، ما يهمكش منه. يا جدع قلت لك إيه في الإبابة دي؟ تولى. أنا شامم ريحتها. أنت اتكلمنا أنا يا عسل؟ نزل رجلك وقوم اقف. حاضر يا عسل. افتشك ولا تطلع اللي معاك؟ وش عرفك؟ كانت اخر سيجاره يا عسل. تصدق اني هصدقك؟ شو قلت لك يا عسل؟ اسمك ايه؟ عباس يا عسل. سوابق. وتايب يا عسل. بقول لك ايه؟ ده انت تؤمر يا عسل. كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. انا رزل مع الرزل وعسل مع العسل. حاضر يا اقف. حاضر ايه؟ حاضر يا بيه. اهو كده تبقى عسل. الغربال الجديد له شده. انا اتفرعنت كده برضو لما كنت في البوليس. والله ان جاني وتردي ليا اقول له طلع لنا لا هي. تقولي يا اختي؟ انا مش اختي يا قلبي. ما يخرب بيتك، امال انت ايه؟ اخ؟ كلك نظر يا اخ. انا مش اخ انا. الله، وانت كمان ما تقولش يا واد. طب اسمع اما اقول لك، ولا اسمع اما اقول لك، اسمع اما اقول لك، اسمعوا انتوا الاثنين اما اقول لك. اخويا في منطقتي ممنوع. قوم يا تفز، غور من قدامي. يو حاضر حاضر، هو حكم رأس ولا ايه؟ ما تتمخطرش وانت ماشي. امال امشي ازاي؟ امشي عادل، شمال يمين، شمال يمين، شمال شمال، يا شمال. الواد مش عارف يجيب شمال. احسن انه طردوا من هنا. تصدق الاخ ده كان بيخطف الزباين مني. كنت انت كمان؟ انا سميرة صديقة الطلبة، اصل بعمل لهم تخفيض. من هنا ورايح تغلي التسعيرة بتاعتك عشان يقعدوا في بيوتهم يذاكروا. قوم يا تذاكر. قوم! تعال هنا. راح فين؟ حذاك؟ لا، انا عايزك تسقط السنة دي. ده وش تلامذة؟ جاي علينا. ما تخافيش يا تراجي، وكله ماشي. وانت بتاعت شلاح حكومه؟ انا
ده انا غلبانه وكمان عندي رخصه بالقانون حتى. بص حلو يا تجراسي. حلو. تعدلي يا بت تعدلي وانا بكلمك تعدلي. حاضر اقف ازاي يا تجراسي كده اهو ولا كده اهو؟ تعدلي يا بت لو اديك في داهيه. يعني ما لقيتش غير انا الغلبانه اللي بتجري على ايتام. انت بتجري على ايتام؟ رصع فوق رص بعض زي السلالم. صحيح الكلام ده جدع انت؟ وانا اللي مولدهم بايديا دول لما كنت دكتور. طيب انا هسيبك المره دي بس على شرط ترقصي بادب. حاضر من عينيا يا تجراسي. من هنا ورايح ارقص بزعبوط. وشغلك كمان تعمليه بادب. نعم. طب ازاي بقى؟ كله ماشي كله ماشي يا تراجي كله ماشي كله ماشي كله ماشي في صحة المجدع. ايه دول؟ ده كونياك وده ريمي مارتان وده كوربوازي وده زبيب. شيل الحاجات دي من قدامي وهات لي رخص المحل. يعني ما تقبلش التحية؟ شيل الحاجات دي من قدامي وهات لي رخص المحل. ماشي أرجوك لو سمحت. شفتوا بقى؟ جالكوا كلامي؟ أهو قلع التربوس. الله على كده كل دي كانت حركات. طبعا أمال أنت فاكر إيه؟ يلا بينا. رخص المحل يا سعاده البي وكله ماشي. وريني رخصه بار صدره في يوم اسود ومجدده في تاريخ مناي البنيله وسرقه المفعول لغايه ما اقفله لك ان شاء الله. رخصه خمر محليه ومستورده سكه. طبعا هتبيع ايه غير السكه؟ تصريح موسيقى ورقص وغناء وخلاف. خلاف ولا انا مش عايز خلاف. انا دائي وده خلاف فاهم؟ تصريح بدخول عساكر الاحتلال الانجليزي ربنا ياخدهم واحد واحد. اوراق بكل اسف سليمه لكن شغلك حلا منتيش. انا يا سعاده البي المواعيد تراعيها وعلى ساعتي انا وتعمل حسابك ان ساعتي مخرفه. اصلح حالك انا كنت ساعات. انت تخلص خالص. اي خناقه في المحل هاخدك انت حتى لو ما كانش ليك يد فيها. اي ممنوعات مع الزباين هجرجرك واحبش لك قضيه مغريه. هشك بشك بشك هشك مش هخليك تعرف قفاك من وشك. يا سعاده الباشا يا سعاده الباشا ما كله خلاص وكله ماشي. انا هنط لك كل شويه بس تعمل حسابك. انا كانوا بيدلعوني وانا صغير يقولوا لي يا رزل فاهم؟ تصحى معايا كانوا بيقولوا لي يا رزل. ايه ده؟ ايه دول؟ رزق ونزل من السما. السما بتنطر فلوس يا عسل. الله اكبر. بس دول؟ بصرت المحب خروف يا تجراسي. وانت مشاركة معاهم في الخروف ده؟ واحنا بقى النظام ده يومات يا عسل. الله ده انت تبقوا زمان سقع بقى. اديني كاس من قعر البرميل. ده انت طلعت ابن حظ. ده مش بس كله ماشي ده كله بيجري. انا هخلولك بقى كله يبرطع. كده يا تجراسي تعال تعال ما اقولكش. اتفضل يا سعادة الباشا. لو سمحت من فضلك. اتفضل. ما حدش يتحرك من مكانه. اقعد اقعد. مش عايز نفس. نحسن بشرف اللي هيتحرك هعزمه للاد على العشاء في الاسم والفطار هيبقى في النيابه. انا مش بتاع كله ماشي بس كله ماشي. حاضر يا سعاده الباشا وكله ماشي. اما انتم يا اطفال الحلوين الصغيرين احب اعرفكم ان بابا منصور اللي هو انا من الليله دي حاططكم في نافوخه. عارفين ده معناه ايه؟ معناه اللي هيغلط غلطه صغيره قد كده هعملها له جنايه كبيره قد الفيله ابو زلومه. فاهمين؟ فاهم يا عسل؟ فاهم يا بيه. وانت احنا هنا بتاعت الايتام قطعوني حتت توبت على ايديك. تمام يا سعاده البيه. ايه يا منصور اخبار الهمه زي كل يوم؟ الراجل النهارده ثلاث متهمين وراتلي كفته وكباب يا فندم. كفته وكباب؟ اوعى تاكل منه يا سعاده البيه. انا اصلي كلت منه حتتين
بقت القطط تشوفني تجري يا فندم، فاستنتجت انه لحم كلاب. بقى كده انا من باب الحديد لغايه هنا يا فندم، لقيت كلبتين لونين قطرني وكانوا بيتمحكوا فيا يا فندم. طيب تروح عينه منه للتحليل والكبابجي يروح لحد ما النتيجه تظهر. امرك يا سعاده البيت. والمتهم الثاني موضوعه ايه؟ ده يا فندم واحد من اياهم. اياهم مين؟ اياهم يا فندم اللي بيوافق ما بين اياهم واياهم، وكمان طرح بندورتين من اياهم، فانا خدته هنا مع اياهم عشان يبقى كلهم اياهم مع بعض يا فندم. انا مستجيب بسعاده البابور، الكورستان ضربني، الكورستان موتني. يلا. ايوه انت ضربتني وانا مستجيب بسعاده النيابه. يا جدع انت ما تزعقش كده، لا تسرع ويجيبوا لي طاسه الخضه بعدين. انا مستجيب بسعاده المحامي، انا مستجيب بسعاده الاسعاف. بس زعق كمان، تصدق انك كروان. يا جلاب المأمور، يا جلاب المأمور. ايه ده يا منصور؟ لا ساعة البيه ده اصله فصل، عنده ضغط يا فندم. اه طيب خده عند باتشيه يتعالج ويتعمل له محضر، وهات لي المتهم الثالث. حاضر يا فندم. انا بيه، انا بيه. يلا يا اخويا، يلا يا اخويا. المتهم الثالث بري يا بيه، مظلومه يا بيه. ده انا غلبانه قوي قوي يا بيه، ورا يقوم لحم فوق رز بعض زي السلالم بجري عليهم يا بيه. ولا وراها ربع راس لحمه ساعات البيه، الشارع كله كوم والبنت دي كوم. يا شيخ اتقي الله، حرام عليك، ده انا خايفه عليك اللي يجي على الولايه ما يكسبش. مش ولايه يا بيه، دي جنايه. انا مدير الشغلانه غيرها ليل ونهار، خناقات بينها وبين البنات، خناقات علشانها بين السكاره وبعضيهم، ومخلطه واد بلطجي اسمه عباس مسيره حصاده في عامله سودا، وهدي دي سيادتك. لا بقى، ده انت اللي حاطط نقرك من نقري ومدبقني معرفش ليه. يعني هيكون ليه؟ انا عارفه ليه، اساله ليه يا تجراسي. نعم. لا ده يظهر ان عندك حق يا منصور، يتعمل لها تحري وخدها على الحوض المرصود للكشف عليها مع بقيه البنات النهارده. النهارده ابوس ايدك يا بيه، بلاش النهارده يا بيه، بلاش النهارده عشان خاطري يا بيه، بلاش النهارده، ابوس ايدك يا بيه، ابوس ايدك. يلا ده لقدام، يلا بيت اهو مش عارف ليه. يلا بيت. يعني كان لازم تمسكني النهارده؟ ايه عندك نظام غالي النهارده؟ يلا بنت بلاش لكاعه. بقول لك ايه، ما تعتقني النهارده، وانا بكره من الفجريه هاجي لك واروح معاك على الحوض المرصود. مكسر امر الحكومه. يلا يا اختي، يلا افتح تجراس، يلا يلا بنت انت وهي شاهله، يلا عشان تلحقوا الكشف احسن تبعته. يلا يلا خديك. تعالي يا اختي. راح فين يا عمش؟ من هنا. اشمعنى يعني بتشوف الزبون من اخر الشارع؟ يلا. لو انت صادق ده انا بشمهم. الله يخرب بيت دي عهده. يلا يا بنت مالك قلبها مشير ليه؟ لا مش. طب يلا ضر قدامي. يلا روح يا شيخ منك لله. حذر فذر انا مين؟ عارف صوتك عمو كله ماشي. ازيك يا عزيز؟ وحشتني قوي يا حبيبي. انت اكتر. الله، امال فين ماما؟ ماما عند الدكتور. ايه؟ هي عيانه؟ لا لا لا، بعد الشر، براءه ان شاء الله. ايه؟ قصدي يعني هتطلع ما عندهاش حاجه. اصل امك بتاخد بالها من النظافه قوي. انا مش فاهم حاجه. اصل في جماعه بيحبوها قوي، ومن كتر حبهم فيها خدوها عند الدكتور عشان يطمنوا عليها، لكن برضه ما نسيتكش. شوف بعتلك معايا ايه؟ اوبا يا حبيبتي يا ماما. ودول قصص جميله، ماما عايزاك تقراها لان القرايه مفيده ولذيذه، وده اللي كنت بنصح بيه تلامذتي ايام ما كنت مدرس. الله، هو انت كنت سواء بابور زلط ولا مدرس؟ الاثنين، وكنت كمان بشغل في السيرك. شوف لهيب بقى. وفي غير اوقات العمل الرسميه كنت بشغل قرد. كنت بتعمل ايه؟ بتقول انت لطيف قوي يا عم كله ماشي. ده انت اللي حبيبي قوي يا حبيبي. وكنت بشتغل طيار، وكنت بشتغل اصلح بوابير جاز، كنت بعمل كل حاجه. حاجه واحده بس اللي ما عملتهاش. ايه؟ عمري ما كنت قبل. كله ماشي رحت له؟ اه طبعا رحت له. وازاي؟ اخباره ايه؟
سعال وباشا وقمر، وكمان طمنوني هناك ابن علاج رجليه في تحسن مستمر. يا حبيبي ابني، ربنا يبشرك بالخير. طبعا زعل عشان ما رحتلوش. ما تخافيش عليا، قلت له انك مسافره وهتجيله بعد اسبوع، وخدت له معايا في نظام وبستيليا وحمص ولعب، وكمان دفعت له مصاريف. ياه، والفلوس كفت كل ده؟ يا ستي ما تدقيش، كله ماشي. كله ماشي؟ انا هدفع لك كل اللي انت دفعته من ورا عباس. اخصى عليك يا طلقي، ازاي تقولي الكلام ده؟ ده انت زي بنتي. ربنا ما يحرمنيش منك ولا يحكم عليك اللي انا فيه. انا كنت عايز اسالك، انت مخبيه على عباس حكايه ابنك ده ليه؟ يا لهوي، ده كان خرجه من المصحه وشغله مسح جزم ولا حرامي. بقيت باللي انا فيه ده ليه؟ بقيت بالمرمطه، بقيت بالبهدله ليه؟ مش عشان خاطر ضنايا. يبقى شوف اخويا قدامي، بقول لك ايه، تعالى هنا اهو، بلاش قدامي، خليك جنبي احسن. شمال يمين، 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 هب رجلك شويه. البلد باظت يا عالم، البلد باظت، ما دام باع فيكم اسطبلات زي ده. الظاهر ما بيختاروهمش قبل ما بيعينوهم. يا ساتر، اهدى يا ساتر، مش معقول، ده مش بني ادم ابدا. ده النهارده بهدلنا اخر بهدله، وانا بالذات النهارده اذاني بشكل ده، حتى قفل خمار الكوس اللي كنت فرد عليه جنيه كل ليله. يا ما انا خايفه الدور يلف ويجي على خمسه باب. طبعا ما دام الكابتن بتاعنا بيقبض من خمسه باب وساكت. نعم يا اخويا، امال كنت عايزني اعمل ايه؟ اضرب الحكومه؟ انت ما تعرفش قطع زرار العسكري في كلابوس قد ايه؟ عارف احسن منك، ما انا كنت زمان دارس قانون. طب ايه رايكم بقى ان البعبع اللي مخوفكم كلكم ده محدش هيقدر عليه غيري انا؟ انت بس فنجريب، وده هتقدري عليه ازاي ده؟ ها؟ لا تقدر، تقدر. شمشون ما قدرش عليه الا دليله، ما تدرسوا تاريخ بقى. ايه كله تمام ولا خليها ليله سودة على دماغكم؟ كله تمام يا حكومه. سميره صديقه الطلبه، خصمتهم يا بيه، خصمتهم. الامتحانات قربت وهقرا النتيجه في الجورنال، لو لقيت عيل واحد بس ساقط هخلي عيشتك مهببه بهباب. يلا يلا. وانت يا بوبي؟ لحمضاني وشرفك ايه؟ انا كل يوم هعد كلاب اللي في الشارع، حسك عينك الاقي كلب ناقص، هجرجرك بسلسله. يا لهوي، الحقوني يا عيون البوليس، انا جاي. الحقوني يا بوليس. اوعى تشوفني. انت نقطة خلص عليك. خد لي 60 داهية، غور عني. اشكال ما تجيش الا بالسبت. يا دراعي. سعادة البيه. شوف بيك لب بيه، وهحط الحديد في ايديك. ليه؟ عملت ايه؟ الله، ده بيسأل. سرقة بالإكراه يا عسل، ضربتها وخدت فلوسها. ما حصلش يا تجراسي.
نعم نعمين واربعة يا ابو ستة. انت هتتبلع على الراجل بالزور ولا ايه؟ الله، انت مش لسه صوتك دلوقتي كان جاب لاخر الشارع؟ ده انا كنت بضحك. تضحكي تقولي يا بوليس؟ امال لما استوت تقولي ايه؟ هقاو. ودلوقتي جناب سعادتك عاوزني في حاجة؟ لا ما نستغناش يا عسل. ومال الفلوس دي ايه؟ فلوسه حر ماله، كسبها بعرق جبينه. بعرق جبينه هو؟ الله، المهم ان اديتها له بمزاجي. الله، هو تلفيق قواضي ولا ايه؟ لا ولا تلفيق قواضي ولا حاجه. معلش المره دي برمت يا عسل، الجايات اكتر من رايحات. يلا اتغور من قدامي. ما انا كنت ماشي وانت اللي حشتني. يلا انت وهي اتفرجوا على ايه؟ حاوي هو ولا رجوز؟ هنيجي تاكلنا على التحرك. يلا يلا. كدبت ليه؟ تحبيه؟ ده انا طيق العنا ولا طقوش. لكن اهو هي غصبانيه. غصبانيه؟ وايه اللي يغصبك على كده؟ هعيش ازاي بين الديابه من غير سابع يحميني؟ يحميك عشان الصفقه بيكي وياكلك لوحده. مكتوب على الجبين اهو كارنا كده. ما انتوا اللي بتجيبوا لنفسيكم. واحده زيك ما تسيبش الحته دي ليه؟ تروح تتعايش من شغل شريف. شغلة شريفة؟ شغلة شريفة ازاي وانا لا شهادة ولا صنعة؟ انا هكلم لك المسؤولين، انا قصدي نافذ عليهم قوي. صحيح يا تجراسي، بس بشرط تهمادي، يعني لا رأس ولا خمسة باب ولا ميتة دليتة عمدة ولا ولا عليها جوني. حاضر، بس يا ترى عباس هيسيبني؟ لا عباس سيبهولي، انا هخلصك منه. ازاي؟ الا ازاي؟ ده انا اللي كانوا بيدلعوني يقولوا لي يا رزق. قال خلصك مني. قال. طب وما قالكيش ازاي؟ ما قالش يا تجراسي، وطبعا مش هيقدر. ده ولا هو ولا مدرسه الكونستابلات بتاعته. اسمع ما اقولك، انا عايزك تجاريه وتاخديه على قد عقله. ما تخافش عليا، انا حفرده واتنيه واحطه في جيبي. اقعد فين يا بنت؟ ياما ايه في ايه؟ انت مطلوبه للاسم. ليه؟ عملت ايه؟ لازم القروبه سميره تبلت عليا. هي ايه العباره بالظبط يا سيدنا الافندي؟ قالت مزاجك انا مش كده؟ لا، اذا كانت البنت مظلومه انا احب اقدم لك نفسي اولا. هتقدمي نفسك مين؟ الكوم بتاع كوتشينا، راجل فلاتي وبتاع نقط، وما حبكش المزاج معاك غير مع اخطر مشبوهه في الشارع كله. مشبوهه؟ اسمع نصيحتي يا جدي، ملاش دعوه بالبنت دي بالذات، اصلها كمان. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله. مع السلامه. كنت بتقول له ايه عليا؟ يلا بنت قدامي. كنت بتقول له ايه عليا؟ يلا قدامي. لا تتوش يلا. انت دايما بتبيني كده. هو ده برضه طريق الاسم يا سي منصور؟ هو انت فاكراني موديكي الاسم بصحيح؟ طب قول كده. طب مش كنا طلعنا البيت احسن؟ بيت الله يخرب بيتك. ما هو ده التكتيك اللي انا متكتكه عشان خاطر عباس. والتكتيك ده يطلع ايه؟ زي بتاع حترس؟ كل زبون هيجي لك هطفشه. لا يا عم، مش هخليك تكسبي ولا ناكلي. يا لهوي، انت طلعت لي منين؟ ده انا اتنشيت عين. خليني بس، ما انت لما هتفلسي وتخرب بيتك الواد عباس مش هلاقي من وراك فايده، هروح سايبك على طول. يا مصيبتي السوداء يا ناس، اخيانه لو ما كانوش بس قالوا لي على جنايه زرار العسكري. عسكري ايه وزرار ايه؟ في زعلت يعني عشان بهدلتك قدام العالم؟ لا ابدا،
ده انت تشكر، تشكر بالقوي يا تجراسي. بقى الملعوب اللي كنتوا هتعملوه فيه اتقلب عليكم. انت اصلا غشيم. غشيم؟ انا غشيم عباس؟ طب انا من غير شكرانيه في نفسي انا كنت بتاع الثلاث ورقات. واحنا كسبنا الفجوره، والفجوره هي تراجي. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان اخلص منه. اف ده وقف حالي. قال ايه؟ عايز نعيش بالحلال. يقطعني يا تجراسي، ما كانش قصدي، بس اوعى يكون بيطلع لها عفريت. عفريت لما عفراتي انا الحق عليا اللي عايزه البنات. حقك عليا يا تجراسي. طيب خلاص، بس ما تغلطيش في الغاليه. حاضر يا تجراسي. انا هروح اجهز لك اوضتها عشان تتخمدي فيها لغايه ما اتصل بالمسؤولين. تسلم لي يا تجراسي. ياخدها رشوه من الغرزجيه كمان عشان تنيليها على الاخر.
اظن هتقول ان هي اللي حطيتها لك في جيبك كمان. اه وانا اللي قطعت فستاني وانا اللي قلعتك كده يا تجراسي. ايه قلعتيني كده؟ مجلس العسكري اللي حكمك قرر استعمال الرأفة معاك تقديرا لخدماتك السابقة، لذلك اكتفى بتجريدك من رتبتك ورفضك من الخدمة. انصراف. عشان خاطري يا عباس ما تضربوش، عشان خاطري. ماشي، والف حمد لله على السلامة يا عسل. كله ماشي، هات لنا المشاريب على الترابيزة، البار لملم. مبروك الرفد يا سبع البرومبا. يستاهل يا جنب الطلبة. يا اخواتي هو مين اللي جه؟ هو مين؟ اتراكي ليا اقول له طلع يا انا يا هي. وانا كمان اراهنك لو طلعت الشارع ولقيت كلب واحد. نعم زبون عواطلي، انت مش فاتح للعواطليه؟ منقوع صرم ولا منقوع براطيش؟ لا سفنجة، انا شريف سفنجة. بس اللي يشرب في خمسة باب لازم يدفع الحساب. دول كل اللي معايا، يطفحوني كم هباب؟ يطفحوك أربعة دب ويبقى لك قرش أبيض. خليه على شأنك. ماشي. سفنجتك فين؟ أدي أول دب، يبقى لك تلاتة. لا لا يا عيوني، ده ما يتشربش هنا، يتشرب هناك. ماشي ماشي كله ماشي. بصحتك يا تاج راسي. انا بالنسبه للظروف السعيده مديك الليله اجازه من الشغل، عايزك ترقصي لي انا وتغني لي انا. انا العسل ما يهمكيش منه دلوقتي، ما يخوفش قطة. الليلة دي بان عليها هتبقى درماغة. كله ماشي، نزل مشاريب للرجالة على حسابي، كل الرجالة والرجالة بس. الهفق لا. في
صحة خمسة باب أربع وانسى الحساب انسى انسى الحساب بصحة خمسة باب أربع وانسى الحساب صحة خمسة باب أربع وانسى الحساب انسى انسى الحساب بصحة خمسة باب أربع وانسى الحساب انت نجيب لك مزاجك وانت نجيب لك هباب مافك يا أوف يا تجرحسي يا تجرحسي يا مالي عيني انت يا راسي انت يا راسي يا سيدي انت يا تجرحسي يا تجرحسي يا مالي عيني انت يا راسي انت يا راسي يا مقطع السمكة وديلها ومعلي على عزل راسي ومعلي على عزل راسي يا سيدي انت يا روحي انت يا عقلي انت يا كل انت يا سيدي انت يا روحي انت يا عقلي انت يا كل انت يا سيدي انت يا روحي انت يا عقلي انت يا كل انت 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 وتجرحسي مفيش منك وعقلك اكبر من سنك يا عترة ياللي مفيش منك وعقلك اكبر من سنك تعجبني يا فتقواك منك حرك ودق رموس يا سي وازاي بعديهم خايخ وشكله كده على طول دايخ وازاي بعديهم خايخ وشكله وحيد زمانك سلام عشانك يا واد زمانك سلام عشانك يا واد زمانك اجدع سلام اجدع سلام I'm a
تاج راسي. بس الكابتن عباس تاج راسي واللي يحبوه ايوه بالقوي واللي يكرهوه نقه بالقوي تعال تعال ما اقولكش الاشكال العواطليه اللي زيك ما يقعدوش هنا ما بين رجال الاعمال الله ده انت دماغك خفيفه وسكرت بقى لا انت اللي دمك خفيف وانا ليا مزاجة سيح بلاش يا عباس عشان خفيف ابعد ما حدش يدخل في النص ماشي ماشي ثانيه واحده ثانيه واحده ما تقلقش جاي لك انا اديني واحد واحد سفنجه تاني وادي واحد سفنجه ايه ده بتسكر لي يا عسل هطلع كل الجاز اللي شربته على جتتك اسم الله والحارس الله كله ماشي اديله ميه انت واقف ليه مش بقول لك اديله ميه خد ميه لا مش هنا يا عيوني هناك ومن غيرك تعيش يا عبس يا كابتن الجو كله من مواليد سنة كام؟ سنة 11 تعرف محمد؟ محمد أخو مصطفى عارف اديني مية اديني مية أقول لك لا انا كده هعورك بقى نزل رجلك يا ولد ايوب نزل قلت لك هعورك انا Thank you.
الكابتن خير يا رجاله. ده طاب واستوى وطلب الاكل يا حبيب. هو قول له يا رجاله تعالى تعالى. ما اقولكش قلتها وعملتها وخلصتني منه يا تاج راسي. كله ماشي. اديله ميه بصحه خمسه باب ومجدع خمسه باب ومجدع خمسه باب. انت نجيب لك مغاشه وانت تسب الطعام. انت تمز بغاشة وانت تزف التراب. 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 يلا واحد نجيب مرحب يا سيد الرجالة. تاج راسي تعالى تعالى تعالى. مرحب يا سيد الرجالة سيد الرجالة. ساعة يا نور عيني تعالى تعالى تعالى. مرحب يا سيد الرجالة يا سيد الرجالة. ساعة يا تاج راسي تعالى تعالى تعالى. هأسلمك مفاتيح قلبي اللي انت حركته في جنبي. اسلمك مفاتيح قلبي اللي انت حركته في جنبي ونقلته من حاله لحاله. غطيت على الكل يا عيني وصبحت دلوقتي في عيني. تساويه كل الرجاله كل الرجاله يا سيدي. انت يا روحي انت يا عيني انت يا كل انت يا سيدي. انت يا روحي انت يا عيني انت يا كل انت يا سيدي. انت يا روحي انت يا عقلي انت يا كل انت 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 وتاج راسي. ادخل يا تاج راسي بيتك ومطرحك. والنور فين؟ طلع النور. الله مش تقلع الاول وتستريح؟ ربنا يجبر بخاطرك انا كده مستريح قوي. طب اما اطفي النور بقى عشان اقلع انا. لا 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 تقلع ايه ما انت قلع اهو. هو في بعد كده قلع. اقلعي بقى بعد ايه؟ بعد ما انزل انا. تنزل وتسيبني يا تاج راسي. انا جيت الليله دي خمسه باب مخصوص وجيت معاك هنا عشان اسالك سؤال واحد. ليه عملت فيك كده؟ مش كده؟ اظن هتقولي عباس هو اللي غصبك. ها؟ انا مش قد عباس. وكمان بصراحه ما كنتش مصدقه انك تقدر تحميني. عشان ما عندكيش نظر. اصلك ما بتفهميش في الرجاله كويس. انا يا تاج راسي. طب ده انا مسميني الفريزه. فريزه فريزه. تقومي تنزلي عليها التخفيض من رتبه كونستابل لرتبه صايع. وانا اللي كنت عايز اكلملك المسؤولين عشان ابعد عنك ولاد الرافض دول. طب وش معنى انا؟ مش واخد بالي. ما الشارع كله مليان ولاد ناس متبهدله. ايش معنى هتسيبهم كلهم لولاد الرفضي وتكلم لي انا الساده المسؤولين؟ عشان الساده المسؤولين بيبقوا
بيبقوا دايما مسؤولين عن الساده اللي مش مسؤولين. بعد اذنك. منصور اطفي النور. تعال تعال بقول لك أتراجي بيت أتراجي أتراجي. إيه عايز إيه؟ صباحي يا مبارك. إيه ناموسيتك كحلة على الصبح ولا إيه؟ لا ده تجرتي هو اللي ما نايمنيش طول الليل. لو طلعتلك وطلتك بايدي دي. سلمتين وطلع لي وانا صحي لك الرزق. ولسه هنا؟ وهيفضل هنا على طول يا عينيا، وانت استنى شويه لك عندي امانات. وريتك انت وتاج راسك. انا سامع دوشه في الشارع ومش عارف انام، انت قد اللي بتنعر كده؟ انا ما اتكلمتش ولا حاجه. ده انا حتى صوتي من طالع من زوري. يعني دلوقتي مبحي صوتك يا سبع البرمبة؟ في حد تاني عايز صوته يتحبس؟ ولا يهمك منه، تعالى يا تاج راسي. انا عايز اشوف حد يتحبس صوته بس. تعالى يا تاج راسي يا رزق. يلا بينا. الله بس عايز اشوف حد تاني يذبح صوته. الله انا مش عايز اسمع صوت في الحته دي يا جدعان. ما سبتنيش عليه ليه؟ كنت قطعته زي البسطرمه. ينزرع زرع بصل. انت عايز الصراحه؟ انت تفرج برقبته. تكلمي جد؟ ليله امبارح تشهد يا طاج راسي. منصور ايه؟ هسألك سؤال. انت عرفت نسوان قبل يا منصور؟ عرفت نسوان؟ النهار اسود ومنيل. ده انا مقطع السمكه وديلها. صدق يا طاج راسي صادق، ده حتى السمكه قالت لي. تعال تعال ما اقولكش. طب مش لما نفطر الاول؟ معاك حق يا طاج راسي، عن اذنك دقيقه واحده. بص شوف انا محضره لك ايه. بيض وزيتون وجبنه وزبده، انما ايه من اللي بيجيبوها العساكر من الكامب. والغدا بقى عكاوي وكوارع من اللي كلهم بحرير. الله ده انت هتعلفيني بقى. والعشاء كنياك وحمام. وانا اكل وانام. مش عايزه منك غير كده يا طاج راسي. وهتكسيني طبعا، وهتهندميني وتهندزيني، وهسكر في خمسه باب من غير حساب، واطلع فرد على اولاد الرفضي. طبعا يا طاج راسي، مش كابتن الجو كله. لا انت فهمتيني غلط، انا مش منهم. يا خبر، مش منهم؟ أنا لا مؤاخذة عواطل محترم. ومحترم ده يعني إيه؟ يعني ماليش في نظام. ودلوقتي اتفضلي قدامي على بيت أنا. وأتوب أظن، أنت عايز تفضحني؟ أفضحك؟ خلاص أنت حرة. بس أنا بقى مش لاعب. لا، أنت باين عليك سكران من ليلة امبارح. طب إذا أنا طوعتك واتقطعت لك، هتصرف عليا منين؟ من عرق جبيني. أحسن من عرق العافية. وهتشتغل ايه بقى فرحني؟ هو هتهب في اي سبوبة ان شاء الله، حتى اشيل زلط. كان على عيني. ما اقدرش يا منصور. طبعا اصلها حاجة في الدم. مظبوط، هي حاجة في الدم، لكن مش زي ما انت فاهم. طب ما تفهميني يا اختي، منك نستفيد. منصور أنا استجدعتك ومسترجلاك. أنا سمعت الكلام ده من ناس كتير قوي،
لكن انا مصدقك انت، عشان كده هاخدك اوريك بعينيك. وحشتني يا حبيبي، وحشتني يا بنات. انت اللي وحشتني قوي يا ماما. ازيك دلوقتي يا حبيبي؟ انا سمعت انك بتقدر تقف وبتمشي كمان. ايوه يا ماما، بس مش قوي. معلش يا حبيبي، بكره هتمشي زي الحصان وهتلعب كوره كمان. بس تسمع كلام الحكم، انا ما بعيطش لما باخد الحقن. يا روح واخبار المذاكره والعلام ايه؟ الحمد لله، القابله مبسوطه مني، جايب احسن نمر. يا عيني تبقى تستاهل على كده هديه كبيره. بس انا ما قدرتش اجيب لك غير الشوكولاته دي وارواح. يا ماما انا عاوزك بس ما تسيبينيش وتمشي، انا عايزك تقعدي معايا نضحك ونلعب سوا. كان على عيني يا ضنايا، بس اصلا عندي ميعاد مع الجماعه اللي قريب مننا العزبه، وكمان السواق مش هيقدر يستنى اكتر من كده. لا يا هانم، انا اقدر استنى. انت اسمك ايه؟ انا اسمي منصور. وانت اسمك ايه؟ انا اسمي عزيز. ازيك يا عزيز؟ ازيك يا منصور؟ عامل ايه؟ لا انا مش هيحوق معايا نظيف، اديني واحد ميه نار. يا جدع انت ما تكبرهاش، امال كله ماشي. كله ماشي يعني ايه؟ اي نعم انا صعب عليا الواد وحبيته، لكن ما اقدرش. اديني كمان واحد ميه نار. البت دي عمرها ما ورت راجل طريق ابنها، يعني لما تاخدك هناك تبقى بتحبك ومستجدعاك. استجدعاني تقوم تشغلني كابتن؟ طب وايه يعني؟ طب ما انا بكابتن ويا ما كابتنت. انت اصلك راجل كله ماشي، لكن انا ما كابتنش. يعني انت لا منك ولا كفايه شرك. انت عارف مصاريف المعهد اللي فيه الولد ما يقدرش عليها غير ولاد الاكابر. ولاد اكابر، ولاد رافضي. لا بس كله ماشي، انا ماشي. مع السلامة يا منصور. لو انك خسارة. انت عايز الصراحة؟ انت اللي خسارة. يا ناس! يا ناس ما تتفقوا. ايه رأيك لو تابت يوم واشتغلت يوم؟ تشتغل يوم وتتوب يوم يعني ايه؟ انت فاكرها تاكسي يا جدع انت؟ هدشك بنورة في نافوخك يعني؟ لا يا فكرتي تعدني بلاش. يبقى دشك انت في نافوخك عشان ما حدش يبص لك وانت من غير نافوخ. تدشها تدشوا عن اذنكم. آخ لو بس الحظ يضرب معايا زي عزيزة اللذيذة. مين عزيزة اللذيذة؟ عجبت وكيل دايرة كفاها من مجاميعه وبقى هو وبس. يعني انت قصدك تبطلي قطاعي وتشتغلي جملة؟ اهو كده مظبوط. ايه رأيك يا كابتن؟ ايه قلت ايه؟ لا برضو لا. خلاص يبقى مفيش نصيب. مع السلامة يا منصور. هتوحشينا تراجل. منصور 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 ما تجريش وراه، إذا كان بيحبك بجد يبقى هيرجع لك. وان ما رجعش ما بقاش انا كله ماشي. اتفضل ال 50 جنيه. بس يا مفتري انا كلمك عشان معرفه قديمه بس. الله يخرب بيت دي معرفه. طب اوضه النوم؟ اوضه النوم ما تلزمنيش، انا عشان معزتك عندي ادي 50 جنيه كمان اهم. لا لا كسبك. الاوضه اللي نحاجي اديها ايه؟ لا دي مش للبيع، دي بتاعت مرحوم امي. بتنزل البيت يا ورد من غير شوك.
انا في غايه الشوق. بس على اول الليل انا مش فايقه لك، حل عني. الله، هو مش منصور خلع؟ ايه رايك افرقع سميره ونعمل حركه تنقلات؟ يا شيخ تنيل، يا شيخ تنيل، ما بقاش الا انت كمان يا فشنك. كله ماشي. واخرتها يا تراجي؟ يعني هتكون ايه؟ زي اولتها؟ يا ستي يا ستي، اعملي معروف، اعملي معروف، زيحي من ورا ظهرك وروقي. اروق؟ عايزك تفرفشي، تضحكي، ترقصي، تغني، اضربي الدنيا 60 صرمه، دي ما تسواشي. خطارة الدنيا دي، كدابة الدنيا دي، كل حاجة فيه كله ماشي. وابوكي وعنيا بيشيلوكي بالمرة
النضارة الطشاشي بالنضارة الطشاشي. ماشي نضربها بالطبنجة نضربها بالكمانجة نضربها بالطبنجة نضربها بالكمانجة هنعيشها رنجة مانجة وهيشة وكله ماشي كله كله ماشي نضربها بالطبنجة نضربها بالكمانجة نضربها بالطبنجة نضربها بالكمانجة هنعيشها رنجة مانجة وهيشة وكله ماشي كله كله ماشي نضربها بالطبنجة كله ماشي كله ماشي اسبت ابري خواجه كرياكو فاسال عشرة جنيه حته واحده دي عمرها ما حصلت في تاريخ خمسه باب تعال اديني تعال ما اقولكش خفاقة كرياكو ياكو إلى أنا إلى أنت أتينا ومعلمين أتينا تينا كرياكو بتعرنو سافا سافا مع إنجليز يعني كسب يا سجراسي اللي يخبيني إيفا بالقوي يخف اللي مش يخبيني يغر ويخفى يخنفر ويخفى يخنفر ف... أنا عايز سلام انت لسه شفتي خاجة انا كرياكو بتاع كله انا هجيبك قوي وانا كمان هعجبك قوي انت بتعمل ايه انت استنى انت خليك زي ما انت كده زي ما انا كده ايفا انا كمان استنى زي ما انا كده اهو ده بقى اللي عمره ما عرض عليا طب ازاي ايفا انا كرياكو مش تخب ومسخره يا مصيبتي مش تخب ومسخره ايفا امال تخبوا ايه انا خبو خنان خنان ايفا انا خنان حبو خنان هو ده بس انا اقدر عليه براحتك خنان خنان طب وعايز نحن ازاي بقى ايفا لك طريقه ايفا ايفا الى ده الى ده الى ده انت تعالى انت اقعد هنا هنا ايفا انت اقعد هنا اهو هنا انا اقعد هنا انت ملتو ايدك زي انا كده كده ايفا واخد من سرجي مرجي انت خكيم ولا تمرجي انا خكيم السخا العيان اديله حقنة والمسكين اديله لقمة هنا يلك خواجة انا افضلت طول الليل اعمل خنان كده واخد ننسى رجي مرجي انت خكيم ولا تمرجي بس كده لا واداني كمان 10 جنيه بص 10 جنيه دي بضيف لك الليل الليله وكل ليله ده عرض مستمر ده هيجيني يوم بعد يوم يوم بعد يوم آه. 15 يوم كل شهر ب 10 جنيه يبقى صفر معانا واحد يبقى اصل انا كنت زمان مدرس حساب بس لو ما كانش منصور مشي اروحلوش البيت اقول له على حكايه الحنان دي يمكن يوم كله ماشي وماله كله ماشي كله ماشي لا 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 وحياة أمك بالنسبة لك أنت مش كله ماشي على مهلك يا عسل رايحة فين؟ اوعى أنت مالك؟ عايز من إيه؟ أنا سمعت إن الخواجة نغنغك فلوس وأنت مالك أنت؟ لا ما أنا خلاص سامحتك وحنرجع لبعض تاني بأمارة ايه؟ بأمارة ما نرجعت تاني كابتن الجو كله ايه اللي بالمعلوم؟ مساء الخير انا الرزل منصور حبيبي يا رزل
مش وقت حب دلوقتي اما نشوف العسل. الحمد لله على السلامة يا كابتن. وحشتك انا مش كده. سيبك منه ما تعكرش دمك، تعالى تعالى ما اقولكش، ده انا كنت جايه لك باخبار هي اللي هترجعك تجراسي. بالاذن يا عسل. ماشي يا عسل. يعني انت متاكده ان العمليه حنان وبس؟ عيب بقى، ده انا حلفت لك بشرفي. الخواجه ده لو لعب بايديه وانا هضربه. لا من الناحيه دي مفيش، المهم انه يكفينا من مجاميعه. طب وانت لو لعبت بديل؟ ما تخافش، الخواجه اتفق معايا ان معرفش حد غيره، يعني خونه. ما تخنقوش هو وانا ما يهمكيش ولا ايه؟ لا اطمن، انا مش هخونكم انتوا الاثنين غير معاكم انتوا الاثنين. طب انا المطلوب مني ايه دلوقتي؟ ولا حاجه يا حبيبي، تفرح وتنبسط وتحبني، بس ساعه ما يجي الخواجه ما تكونش موجود. لا انا متاكد من الحكايه دي قوي، طمني. يعني كده يبقى كله ماشي يا تجراسي؟ اقلب المعلومة الاول. حقك يا تجراسي، اتفضل. ادي العشرة جنيه النقطة، وادي العشرة جنيه الخلعان. كده يبقى كله ماشي. صباح الفل، كله ماشي. صباح النور. تعرف انك انت وحشتني؟ كلاميرا خواجة كرياكو. ما تعملهمش عليا، ما انا كنت زمان خواجه. لا انت الظاهر تقلت في الاصطباحه. ما تخافش انا ما قلتش لحد، ولا تحب اقولها؟ لا 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 لا، عملت معروف سي كله ماسي. للدرجه دي بتحبها؟ اديني خميتها وتوبتها من غير ما تحس. وتفتكر الطريقه دي هتنفع؟ مؤقتا. أنا أصلي بجيب رجلها واحدة واحدة. أنت راجل لازم تبعد عن الجو ده. يا منصور، يا منصور أنا عايز أقول لك حاجة. هي مش غاوية. دي بتعمل اللي بتعمله ده علشان تلم مصاريف علاج ابنها. ولما الواد يخف ويطلع ويلاقي أمه في الحوض المرصود، مش يبقى الموت أهون لهم؟ آه، عندك حق. أبوه فين؟ مات في الحرب صحيح؟ زي ما هي بتقول. ابوه كان بيشتغل سواق في الجيش الانجليزي ايام ما انا كنت بشتغل في المدفعيه. فين؟ في المدفعيه. يا عم ما تصطبح، قول يا صالح بقى. طب فوت دي. كان سواق راجل. تراجي بقى ورثه الكار الزفت ده عن الغاليه. الغاليه مين؟ امها. لكن سابت ده كله واتجوزت السواق. يعني زي ما قالت لي بالظبط. لكن يا فرحه ما تمت. الراجل مات في الحرب وساب لها الواد بيحبي عنده سنتين قد كده. الباقي انا عارفه. المهم دلوقتي الواد يطلع الى امه شريفه زي ما هي فاهمها. طب ازاي؟ عن طريق كرياكو؟ مفيش قدامنا حل غيره. طب وبعد كده؟ يبقى حلال في حلال. المهم دلوقتي ان تراجي ما تعرفش غير اتنين بس من ليله امبارح. انا ولانا. انا اصلي كنت في ال كرياكو حبيبي، الحمد لله. بس خنان، خنان الحقيني بسمعت خنان كده على ودنه. يبا علشان انا مخروم. يا مصيبتي انت مخروم. يبا مخروم الخنان. طب يلا يا تجراسي انا جاهزه حلنا اهو. يلا. نو 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 نو، مش لعبت لعبه خنان دي النهارده. اخ يبقى دخلنا في اللازي منه. يبا النهارده لعبت واخد لعبه خنان تاني. انت مسكتوا دي فجوره، ايه دي فجوره؟ انت مسكتوا واخد صوره. دي لعبة خرفانة. فتح عينك تاكل ملبن، فتح ملبن تاكل عينك. هني هب هني هب هني هب. فين واخد الصورة؟ فين واخد الصورة؟ اهي الصورة. يوكسك خواجة. اما خواجة مفنص صحيح. لكن على مين؟ بص كسبت لك منه 15 جنيه. حلو. بس انا كنت عايزة اقول لك حاجة يا تجراس. ايه؟ نفسي فستان وجزمة دبابة. ايه؟ فستان وجزمة دبابة.
نبي تسلمني يا فجراتي. بس الفستان يكون حجم. ايه رايك يا كيرياكو في الفستان ده؟ مش يجنن عليا؟ يبقى حلو كتير. وحياتك عندي يا كيرياكو، وحياتك عندي، دفعت فيه 25 جنيه. نعم؟ حتى ما كانش معايا ادفع، خدته على الحساب. انا ميسي كرودي وميسي خيبو استقراض. ايه اخص عليك يا كيرياكو، يعني انا حراميه؟ او برضو حبيبي خناين، انا مش قصدي، انا قصدي خرامي هو صاحب مخيل بتاع فستان. حبيبي خناين امسكت فلوس. حبيبي يا خناين يا مخروم. علي النعمة الخواجة ده طلع جردل. تدراسي انا كنت عايزة اقول لك. عايزة ايه؟ لحقت قمت فرتك مصروف البيت؟ لا ابدا، بس اصل زيارة عزيز بكرة و خديهم كلهم. يا حبيبي اهتك راسي، بس ده كتير قوي يا سيدي. مش في جردل بيخور. يا حبيبي تسلمني اهتك راسي، ده انا هشتري له السوق كله. ده كيرياكو هيخرب بيتك. بسم الله. العمليه كلها 100 جنيه وهم بيتفرتكوا قدامك. لما تخلي منصور ينصحه عشان يلم ايده شوي. منصور ما يقدرش، ده درجه ترجع تاني العوايد القديمه. ولما كيرياكو يفلس يا كابتن منصور هيعمل ايه؟ قلت لي بقى هيعمل له ايه؟ ايوه ايه؟ مش عارف. ما تتفضل يا كابتن تانس معانا. ابويا قال لي ما تقعدش مع العيال الوحشين. بالعكس، ده احنا رجاله وحلوين قوي. بس انت بقى بصراحه مش حلو معانا. يعني ايه؟ عاوزين اصول الكابتن. كابتن الجو لما يقع على صدى تقيله يرش عصبيان. طمعانين في كيرياكو. ايه رايك تبيعوا؟ ابيع مين؟ الحمار. اهو انت كله ماشي يا منصور، كله ماشي. ده احسن لك، بدل ما انت بتقلبه 10 في 20. ايوه. خد لك فيه مبلغ مقطوع وسيبه لنا. اسيبه لكم تعملوا فيه ايه؟ ننتي فريش وزي ما احنا عايزين، على مهلنا بقى. ده انتوا اكنكم بتنتفوا ريش انا بالظبط. انت ما تعرفش قصدك الخواجه ده عزيز عليا قد ايه. يا كابتن الجو خلص ويخلص، بدل ما انت معطل تراجي. يعني في اعظم نور افتح نفخه. يا سيدي. طب بلاش البيع يا كابتن، ناجره. فاضي ولا مفروش يا اخويا؟ لا، ليله واحده بس نلعبوا فيها برتيتة قمار. يعني بدل ندفع ريش واحده واحده يبقى دبح مره واحده. لا يا اخويا، أنا ما عنديش خواجات للإيجار. طب سالف. أسلفكم خواجة؟ بالفايز طبعا. إزاي؟ هترجعوا لي وعليه تلميذ من زباين سميرة؟ ما هو أنت لو ما خدمتناش تبقى قتلته. ولا أنت ناسي إن الشارع خطر بالليل؟ يعني ما تخافش، ما تخافش. بعد ما يتقتل حقك هيوصلك لحد عندك. بتقولي فيدي كمان كله ماشي ولا يهمك؟ بسيطة، لما يجي الخواجة خليك معايا ما تسيبوش. فكرة، أحسن فكرة. ازيك الفايتاني دي؟ بس اوعي تجرسي تقول له اللي بيني وبينك، لحسن ده بيغير. لا ما تخافيش، أنا مش هكلمه خالص، أنا ههرسه من بعيد لبعيد. تسلم لي يا تجراسي، مين غيرك كان هيحرس لي البضاعة؟ بضاعة؟
انما ايه مستورده. عايزه تفهميني يعني ان مفيش خمسه سلطات بينك وبينه؟ عايز الصراحه ولا هتغير؟ غير غير مين؟ كرياكم ده فرده نايمه. في الحقيقه انا استريحت له وقربت احبه. نعم يا اختي، عشان مع شغل بره يعني ولا ايه؟ اصله في حاجات كتير قوي منك. من انا؟ طب ايش جاب لي جاب؟ هو بتاع حنان لكن انا بتاع كله. لكن عجبني ودخل دماغي. انا بحط صار للدماغ. لا لا يا تجراسي، لا 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 يا تجراسي، ده انت الكل في الكل. حنان ايه ده المهم في المهم. وانا المهم. شغل مصر ابرك مش كده؟ ايه ده يا اخي، انت رايح فين؟ اتفضل. ايه ده؟ ما تكسفنيش يا عسل، ده تمن الدخان. متشكر. ده عسل. اللي قول لي يا عسل، الفيلا دي ايه؟ والست اللي دخلت دي جايه ليه؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وخميسة يا حبيبي، ولسه كمان اقدر امشي اكتر. عارفه عارفه يا حبيبي، بس كفايه كده يا ضناي عشان ما تتعبش. ماما هو السواق ما جاش معاكي ليه؟ وانت كنت عايزه يجي معايا؟ ايوه اصلي حبيته قوي. يا حبيبي حاضر يا حبيبي، المره الجايه ان شاء الله هجيبه معايا، اصل انا عارفه هو بيجرش فين. يا ريت يا ماما يا ريت. ماما. نعم يا حبيبي. هو بابا كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل مدير شركة عربيات نقل. يعني هو مش ممكن السواق يبقى مدير شركة عربيات نقل؟ ممكن قوي يا حبيبي، ممكن قوي. الحمد لله على السلامة يا عسل. انت واقف لي كده ليه على عتبة البيت؟ يعني اندهلك الرزق؟ انا بس عايز اطمن، ازاي يا عزيز؟ عزيز؟ وانت شرفك بعزيز؟ انت فاكراني حعتايك ولا ايه؟ تحب اخد العمشة وصديقة الطلبة ونعمات ونروح على المعهد اللي انت عاملة فيه ست هانم ونزفك زفة قبها ونفهمهم انت ايه؟ انا في عرضك يا عباس، ابوس رجلك يا عباس. ما كانوش بعد كده يدخلوك من الباب وابنك يرموه في الشارع. انا مستعد اعمل اللي انت عايزه، مستعد اسيب منصور وارجع لك. لا يا فتاحه بلاش حدا، ما توقعينيش مع الرزق. منصور ما يعرفش ايوه حاجه، وانتي من سكات تديني النص بالنص، نص اللي بتقلبيه. حاضر حاضر، بس ده كتير قوي. تحطي فيها حاجه من عندك؟ ما تعلقيه من الخواج. حاضر حاضر. هو كرياكو المسكين ده هيصرف على مين ولا على مين؟ يعني الحق عليا اللي قلتلك. عندك صابونة؟ ليه؟ عشان تبقى تغسلي هدومي من الدم اللي هيبقى للروكة. أنا هنزل عباس. لا يا منصور، أنا هخلي الشارع ده سلخان. لا يا منصور، أبوسي من بهجة يا منصور عشان خاطري. تعالى يا منصور. يعني يرضيك يا كابتن الجو ويسكت على كده؟ لا، انزل اضرب عباس عشان يوقف علاج الواد. انت بتعرفش ان الواد ده هو كل حياتي؟ ده انا بقطع من لحمي حتت برميها لكلاب السجك عشان مين؟ بتذلل الليصه واللي ما يصحاش عشان مين؟ مش عشانه هو يا منصور، مش عشانه هو. ماشي يا طلاق،
السلامة. سلام. مع السلامة يا نزيك بيه. ناقص غرامات تاني انا كمان. قال يعني ناقص انا. هاي طراجي جاية ومعاها فلوس الخواجة. هتضيع هتقطع وتقطع سنينه. تكلميش كده على الخواجة. هريته حنان ما دفعش غير العشرة. قابلني عباس لها في نصهم. أنا عارفة الراجل لما يقربط إيده يبقى يا فلس يا زهق. شوف حرام عليك ما تتكلميش على الخواجة كده فضل الله ولا فالك. ده قال لي كمان إنه مسافر. بقول لك إيه؟ أخموش واشتغل. نعم. قطعي كده على خفيف واغتسالي بدل ما أنا بطالة. أنت مش عارفة إن إحنا مرقوبين؟ افرض أي حد فتن علينا. طب ما هو كمان كان لازم يفرد ايده شويه، يعني اعمل ايه دلوقتي؟ اسرق؟ لا ما تجيش. بقول لك ايه؟ ما تخافيش. اكيد الخواجه عامل حسابه هيرجع لصونه. من بقك لباب السما يا تاج راسك. اما قوم بقى اطمن على الطباخ، احسن بيقولوا امبارح اتعشى من عند الكبابجي. شايف شرطك المهببة؟ العملية هتبرم مني. أنا قلت لك امسك إيدك، ما قلتلكش صفر الخواجة. الفلوس قصرت، وكمان عباس ما ياخدهمش. عباس ماسك تراجي من إيدها اللي بتوجعها. يعني الخواجة لو ما جاش، تراجي هتضطر إنها تجيب له فلوس من أي حد تاني. يبقى الخواجة لازم يرجع بسرعة، ويرجع مليان. لكن إزاي؟ كمون يلا 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 موف كمون 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 يلا. الهي هد حيلك يا خواجه. يو وات ديد يو سي؟ لا انا قصدي على خواجه تاني، انما انتوا ربنا يخليكم. سلو بنور تودع اهلك. صبح بالليل وهو غايب. والله عيب بعمره ما عملها. ما تقلقيش يا تراجي، الغايب حجيته معاه. يا اخويا طرمخ عليه، طرمخ طرمخ عليه يا اخويا. ما تسرح النادي يقول كابتن تايه يا ولاد الحلال. اطلع من نافوخ السعادة، انا مش فايقالك. ما تجننيش. انا اللي نفسي اتعقل. زمان الكابتن بتاعك بكابتن دلوقتي على واحدة تانية. انت بتقول ايه؟ امال ايه؟ وتلاقي الخواجة مسافرش، انما تاج راسك بتاعك تليه خدهولها معاه. كل يوم من ده يا بصل. دلوقتي تراجي؟ لا اسمها ايه بسلامتها اللي كنت عندها لحد دلوقتي. ده اللي كان ناقص كمان. اسمها ايه دي؟ ايه معرفش. اسأل روحك وانت جاي مش قادر تصلب طولك. لو انت ما تريفيش باللي حصل. لا اصل ما بضربش الرمل يا تاج راسي. انا بقى ضربته. الرمل كسرته حتت، قطعته. استنيني بس وانا احكي لك ايه اللي حصل بالظبط. خش ما تاكلنيش الاوانطه. رمل ايه اللي كنت بتضربه؟ معلش معلش الجهل وحش. انت اصلك ما تعرفيش الرمل افتوة النقر. ولا عمري سمعت عنه. الرمل افتوة النقر بتاع جبل الدراسة. يو ما فينا الجو برضو زي هنا. عارفة يا تاج راسي عارفة، بس انت بسلامتك اللي ودك هناك. مصلحتك مخولاني، قلت اروح ادور على الخواجة يمكن حاود على هناك. يا حبيبي يا تاج راسي ولقيته؟ لا ما لقيتوش. وقعت بقى في الرمل افتوت النقر فتحداني، وانت عارفه بقى لما حد يتحداني. رحت قايم قلت له يا واد يا واد. سلامتك يا تجراسي، بعد الشر عليك. بس هلبت بقى، هلبت من الصبح لحد دلوقتي وانا بضرب فيه. يا حبيبي يا تجراسي، وانا اللي شكيت فيك وكنت مخوناك. معلش انا مسامحك، بس سيبيني بقى عشان انا عايز استريح. خسارتك يا تجراسي، انا مشتاقه لك قوي طول النهار. وحشتني قوي. معلش بس وحشتني قوي طول النهار مشتاقه. ما اصل انا تعبان وعايز استريح. انت مش شايفه شكلي عامل ازاي؟ هي بقى كنت مع واحده تانيه.
يا دي النيله المنيله بنيله وادي النور. تعال تعال ما اقولكش. الله يخرب بيتك في الرمله في تاوت النقط. ايوه يا خواجه. يلا شغل شغل. حاضر حاضر يا صاجن ما تزعلش كله ماشي. كله ماشي يعني ايه؟ بقى انا يتخطف مني تجراسي واقف اتفرج؟ يا ستي امبارح كان بيضرب الرمل، مش جايز النهارده بيضرب الولع. ده انا عملت كل حاجه عشان ارضيه، ده انا بطلت كاري واشتغلت حنينه. منصور كمان بيحبك واكيد غيابه ده له سبب. له سبب؟ اه. طب قول لي ايه هو بقى السبب اللي يخليه ينط من الشباك؟ بقول لك ايه، لو كان في سبب يبقى انت عارفه كويس، لان منصور مالوش صاحب غيرك. لا 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 انا اصلا انا ما ايوه ايوه اتلجلجت ومش عارف تنطق. ما تقول ما تقول انه لف على واحده تانية يا سي كله ماشي. قول لف على واحده تانية ايه انت الاخرى؟ الله، هو يعني فتك للدرجه دي؟ لا هو من جهه فتك هو فتك. منصور ابن حلال وطيب ومفيش زيه كتير، لكن اهو طلع زي كل الرجاله وخلع وسابني وكرياك وسافر وعباس بيقشطني اول باول وملعون ابو الكل. انا من الليله دي هشوف نفسي واشتغل لابني. انا هرجع الكار. انا صحيح عايشة، لكن انت شايفه اللي انا شايفاه يا دي البخت؟ احنا ما صدقنا انها قمدت. مين؟ تراجي ادوب في الدقباديب. ما يلا بينا يا جميل. ابعد عني، نفسي مش جايباني. الشارع نور من دون كلوبات. او كده بلاش قلة عقل وارجع لكارك وجوك. انا صحيح اتحكم عليا ورجعت للكار، بس مش هرجع لك انت يا عباس. معلش ده أولكش، لكن مسيري هرجع تاني أكابتن عليك وارجع تاني تاج راسي. بقولك ايه، انت مالكش عندي غير المعلوم وبس، تاخده وتحل عني. احل يا تراجي. بس في ايه كبسة؟ خيزي وصل من اسكندرية. طيب خمستين ورجع. يلا بينا. ده هي تلعنك انت والكار في يوم واحد. راتل الكلاب بكام؟ مش كله، البلدي بريال والارمانت اغلى شوية. طب سوينا اتنين ارمانت على ما نرجع لك، بس ما يكونوش عضاضي. هوا هوا. اتفضل، ألف جنيه عشرات. عشرة على عشرة، دي لا ممكن تفرق عن السليمة. وانتوا والحداقة مشوها بين السكارة، واني هنقبض في الألف السكة 500 سلام. اه يعني النص بالنص عسل، ولما نوزع دول تجيب لنا غيرهم. والعملية تمشي، واني بقى الليلة دي هنسهر معاكم كأن زبون وانتوا صيدني. وانا الليلة دي هدوقك أحلى فاكهة في السوق كله. حبيبي يا عبس خش على البلوزه يا لوزه. صفونا ابو عراض. يا صباح الخير، ازيك؟ ازيك؟ ازيك يا اخويا؟ ايه ده؟ انت راجع في النبطشيه؟
تلي موافق كده. غرب حماري رجعت الكاري. الا على نعمة ضربتي في مخي. عمايلك يا بتاع النقر. انت راجل اصلك مش فاهم حاجة خالص. انت اللي خالص من ذمتي. ابقى ابعت خد هدومك. بس انت ما تجيش. هي حصلت للدرجة دي؟ عن اذنك. ما تعطلنيش. دي ساعة شغل. جوني. جوني. تعال يا جوني. منصور ما تعطلنيش لساعة حظ. انت فين هذا نعمان؟ اديني واحد زفت. كله ماشي. ما تقولش كله هبات. انا اللي ماشي مش راجع هنا تاني. وتسيب تراجل البهدله والعباس. هي اللي حكمت علينا بكده. الصنفيده عامل زي شريب الهبهب عمره ما يتوب. والله يا اخي انت اللي غشيم حريم. اسال مجرب انا مداوب تسعه. يا عم تسعه ايه بس؟ ما تبطل مزع بقى. طب فوت دي معلش. خد واحد كمان. انا هفضل اشرب لغايه ما تنقلني من هنا على الدكتور. بس تنقيه بيطري عشان يخلص عليا. انت عمال تهري وتنكت ليه وانت اللي غلطان؟ ما رجعتش الخواجه ليه؟ هرجعه ازاي قبل منصور ما يشتغل عشان يسلفه؟ انا اسلفك تسلفه؟ ما انا كنت زمان في بنك التسليف. واسدد لك منين قبل ما اشتغل؟ لازم اشتغل عشان اسدد لك ديونك. واذا اشتغلت هتفتكرني بكابتن على واحده تانية. يا اخي ابوس ايدك واعترف لها بالحقيقه وريح نفسك وريحني معاك. بعد ايه؟ بعد ما خلاص نزلت الشارع. وادي هدومك كمان في 60 ثانية. مش عايز اشوف وشي. منصور. منصور حبيبي. منصور. حابس. الشر بره وبعيد. اتفضل يا سي خنزير. ايه راح فين؟ اتفضل. احنا اللي نعملوهم ونحيله. ده اهدى كله. ده اهدى كله. انا مش قلت لك هحنيك. خد يا موزه. وهتينا المهزة. ما كانش ينعزة. بنقول لك ايه؟ اني ما نحبوش نتاخده على السريع. اني نحب المزمزة ونعشق الازقازة. اسمع عباس، انت تاخد الخنزير بتاعك ده وفي 60 دقيقة والمركب اللي تودي. يلا غور. الله 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 يا عبس. ما تفهم الموزة يا عبس. اللي ما تعرفك تجهلك. ده سي خنزير يا بت. وانا بهديكي بيه من دون البنات كلها. لكن انا متضايقة دلوقتي. الله، هو انا مش بني ادم ولا ايه؟ جرى ايه يا ام عزيز؟ حاضر حاضر يا تجراسي. اقعد اقعد. اتفضلي. انست جايب معاك ايه؟ ده احنا هندوقك ونروقك ونفك دقتك. كوبايات عبس جاهز. والله زمان ومن فات قديمه. خدي خدي طينيها الليله. بلاش انا اشربوا انتوا. وبعدين يا ام عزيز. حاضر حاضر يا تجراسي. وكمان افتحي لنا الشباك. انا اصلي نحبوها على البحر. بس ما تلمسنيش. ابعد عني ابعد عني ابعد عني. اطلع بره اطلع بره. الخنزير ينطرد من بيت واحده زيك. ما تعالى يا بنت امال. اوعى تقرب مني. ما حدش يجي ناحيتي. اللي بتعمليه ده مش كويس عشانك يا ام عزيز. لو كان على قطع رقبتي لو عزيز. انا برضو لحم ودم. طب انا بقى هفضح الدنيا واخد الواد وافرج الدنيا عليك واعرفهم وتبقى ايه. ان شاء الله تولع الدنيا حريقه. انا وابني ملناش الا ربنا وهو اعلم اللي احنا فيه. تطلع بره بره بره. فو كله ماشي كله ماشي كله ماشي. ده انا فاكرك في البيت. مش عايز ارجع البيت. مش عايز اشوف حد. خلاص ما بقتش سايقه. مش سايقه حد. مش سايقه اشوف حد.
خدني عندك، خدني عندك الليلة دي كله ماشي. طب بس 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 خدني عندك. اهدي اهدي اهدي، تعالي 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 يا حبيبي، تعالي وهدي نفسك كده اهو. انت تبقى كويس. طول الليل ما اشتغلتش، نفسي مش جايباني، مش طايقه، مش طايقه اشم ريحة السكارة ولا اقول يا تجراسي لكلاب السكك. خلاص قرفت، قرفت من كل حاجة حتى من نفسي. يبقى ما تغلطيش نفسك، انت بتحبي منصور. منصور طلع خاين زي كل الرجالة. منصور بيخرج الصبح يشتغل عتال في الجيش الانجليزي. كله ماشي، ما تكذبش عليا انت كمان. اكذب عليكي؟ انا اكذب عليكي يا تراجي؟ ده انا مربيكي بايديا دول، ده انا في مقام ابوكي. لكن انت بتعز منصور. ايوه بعزه، انما مش ممكن اغشك علشانه. انا بعزه علشان راجل، علشان جدع. منصور هلك علشان يجيب لك فلوس بعرق جبينه، انما اللي زعله منك انه لقاك هترجعي الشغل تاني. صحيح يا كله ماشي؟ ايوه صحيح يا حبيبي يا منصور. طب هو فين دلوقتي؟ رجع بيته الاولاني؟ انا رايحه له دلوقتي. استني استني بس للصبح، الدنيا دلوقتي ليل والشوارع كلها عساكر بوليس وسكارة وصيعة. والله لو في العفاريت الزرق انا رايحه دلوقتي. طب استني بس. ايه ايه؟ منصور هنا. قلت لها ليه؟ ما كنت سايبها تافع على المشوار. طب راس تعبت. أنا في معرفتكم. الله من هناك ما تحسنك. الله ضيوف يا عشر ضيوف. عايزينك انت يا عسل. لكن انا ما اعرفكمش. اتكلم لخلص عليك. هات السلسله دي. الحقوني الحقوني. ادي له واحده. مين معاك؟ يلا بينا. داخل ليلة حنبات فيها هنا من بكرة الصبح على بيت هنا. طب بس حنعيش ازاي؟ من شغلي وحندبها بالسحطوت لغاية ما الاقي شغلانة احسن، وانا ملزم بعزيز. اخ بس لو معنا قرشين متجمدين نبتدي بيهم مشروع ولا تجارة. رب كريم يدبرها بمعرفته. احلى صباح لاحلى كابتن. انت عايز ايه على الصبح؟ ده انا هشرب من دمك. هي قالت لك معلش انا غلطان، لكن ما عملتش الغلطه دي الا بعد ما خلعت انت وهي رجعت لشغلها. يعني انت عايز ايه في نهارك الاسود ده؟ عايز اصلح غلطتي. عايز اصلحها حل عني. يا جدع افهمني بس افهمني، انا جايب لك قرشين اللي هم تاني عايز تقرطصني وتلف على تراجي؟ اعدم شرفي. لا
دي فلوس سكة عايزين نمشيها في السوق. فلوس ايه؟ فلوس سكة عايزين نمشيها في السوق. مبلغ كبير يعني؟ انا ما بشتغلش في الهاي. النص بالنص، حديك 1000 جنيه واستلمهم منك 500. ماشي يا عز. سعادة المأمور، انا جاي اخلص ذمتي من المباحث. في ايه؟ اصل كل نصيبة تحصل في الحتة يتموها فيا يا سعادة البيه، وانا راجل بريء باكل امتي بالحلال والشرف. دلوقتي يا بيه في فلوس سكة هتنزل السوق، واللي هيوزعها منصور اللي كان كومستابل ورفضتوه كده. طيب شكرا، روح انت واحنا هنتصرف. ربنا ينصرك ويقويك، ربنا يرقي الحكومة. مساء التمام وكله تمام. انت عوقت كده ليه؟ اه يا ما انا خايفه من الشغلانه دي لا تهد حيلك. لا ما خلاص بومبا سبتها. ايه لقيت شغله تانية؟ لا لقيت خواجه. والنبي اه ولقيته بيقبض من الانجليز 1000 جنيه. يا لهوي وسبته يمشي؟ اسيب مين؟ جرجرت رجله طبعا، وهيجي بيهم 5 باب وانا اللي هاكلهم منه. انت ازاي؟ هو له نظام تاني غير الحنان؟ الحنان بتاعك ده مش هتطلع منه اكتر من 50 جنيه، 100 جنيه بالكتير، لكن انا بقى هقتله ولا هفهم منه. يا لهوي يا منصور لا، ما توديش نفسك في داهيه. ما تخافيش انا مش هسيب عليا اي اثبات. كرياكو هيجي للادي 5 باب، انا مش هكون موجود. كل اللي تعمليه انك تسكريه لغايه ما تعميه، ما تجيبوش على هنا بقى، سيبيه يروح. طب وانت هتعمل ايه؟ انا هكون مستني على الناصيه، وفي 5 دقايق هتكون العمليه فينش. لا لا يا منصور، انا قلبي مش مطمن للعمليه دي. وانا لازم اخلص من كرياكو ده باي طريقه، مش ممكن يفضل قاعد لي في عربيزه كده على طول. هنا كله ماشي، ازازه كامله بفله الفابريكا. بصحه الكابتن. ايه انت الظاهر لاعب لعبه كبيره يا ابني. ايه يا طارق؟ مش شغلك انت يا حيدر. ايه بتاع الفلوس اللي من اوفر اللي كانت لصحه وزاره الماليه؟ ايه بقى مالك داخل فارد قلوعك كده ليه؟ امال ايه؟ ولسه هتشوف الكابتن منصور هيعجبك قد ايه؟ اخلع انت يا كله ماشي، وسيبني مع الكابتن لوحدنا. ماشي. انت ايه اتجننت؟ بتتكلم على ان كده على الفلوس؟ لا لا لا، فلوس مين؟ الموضوع ده اجناه. الخواجه جايين الليله دي. خواجه؟ خواجه مين ابو 30 و50؟ ده انا يا كابتن مسلمك 1000 جنيه. الخواجه الليله معاها اولوفات. اولوفات يا كابتن؟ عددهم قدامي انا، الليله دي هخلص عليه واعلقهم مني. عسل، ما تزفرش ايدك انت وسيبهولي. والنص بالنص. لا يا حدق، انا جايه مخصوص انبه عليك. الخواجه ده ست، ده لوحدي. انت راجع هتذكرهولي وانا هتصرف معاه. كله ماشي. تعال كده يا كابتن. ماشي. نعم. صوتك لو عالي هتبقى انت اللي موتيه. الواد فين؟ في الحفظ والصون تحت السكينة عند عمه. حرام عليك، ده انا روحي فيه، ده هو الدنيا والاخرة. كان لازم اتخطف عشان اعرف ازاي انتقم منك. خطفته امتى؟ ودته فين؟ اكلته ولا سايبه جعان؟ ابوس رجلك الواد عيان، ابوس رجلك يا عباس. من هنا ورايح مش رجلي وبس، لا هتبقي خدامة جزمتي. وتحت امرك في اي حاجه تقولها. لو عايز فلوس اجيب لك، لو طلبت فص عليا هديها لك. ابوس ايدك يا عباس، رجع لي ابني ده عيان. ابوس ايدك يا عباس، ابني عيان. رواق الاناني هتشوفيه، او انت اللي بايدك هتموتيه. يعني كدب ملاوعه تجيب سيره لحد البوليس يشم خبر. على رقبتي يا عباس، على رقبتي. بس ابوس ايدك رجع لي ابني يا عباس. حرام عليك ده عيان. ابوس ايدك، ابوس ايدك رجع لي ابني. انا في عرضك يا عباس. اهدي اهدي، معلش اهدي. ما انت عارفاني قلبي حنين،
وعشان كده انا مستعد اسلمه لك الليله وتسلمين الخواجه اللي جاي لك وشايل متقلان. خواجه ليه؟ هتعمل فيه ايه؟ هجوز امي. انا فاهم اللعبه اللي بتلعبيها انت ومنصور، لكن مش هتكمل، مش هتتم، وانا اللي هقش. تسلمين الخواجه اسلمك ابني. قلتي كله ماشي. ايوه فين منصور؟ منصور خرج ولم يعد. بنت سودا. ايه مالك؟ في ايه؟ في ايه؟ بنت سودا. في ايه يا تراجي؟ مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. اعمل يا ربي دلوقتي. في ايه؟ فهميني بس. اعمل يا ربي. في ايه؟ قولي لي مالك؟ مصيبة. كله ماشي. انا ماليش الا ربنا وانت دلوقتي. مش عارفة اعمل ايه. بس يا حبيبتي. مش عارفة اعمل ايه. هدي نفسك. مش عارفة اعمل ايه. هدي نفسك وقولي لي على ايه اللي حصل. تعالي انا كمان عايزك في كلمتين. مش عارفة اعمل ايه. دمرني. كل ماشي. المختصر المفيد دلوقتي انك تسلمي لهم الخواجه. ازاي بس؟ ده برضه بني ادم. ازاي اشترك في قتل بني ادم؟ ازاي؟ في حاجات كتير مفيش وقت علشان افهمها لك. المهم دلوقتي انك تعملي اللي اقول لك عليه وبس. انا جدعانه مني هنضحوا بفلوسي ويطبعوا غيرها. وانا هسلمك تراجي. تاخد منها حقك ومستحق. طب ومنصور هيسكت لكم؟ انا لازم البسه الاساور الميري واخلي مزيكه البوليس تزف. عباس الخواجه وصلوا رايح على 5 باب. طب اقطروا انت على هناك لحسن البت تراجي تلعب بديلها. اجري غف. وانت تعال معايا. وجد كاليميرا معلم كلياكو بتاعتينا فنصل. كل مسكت فلوس. ان شاء الله ما خدني خوس. اللي يحبونا ايفا. اللي يكرهونا بومبا. اللي يحبونا ايفا. يكرهونا بومبا. ايفا. انت كنت فين كل ده؟ لكن انا رجعت ومعايا برادس فلوس كتير. يا ريتك ما كنت وايد تكسبهم. ان شاء الله. ادويني انت لسانيت تقول كده. كله ماشي. اديني بنوره في سخه الخنان. لا انا مش عايزك تشرب النهارده. ويا ريت تروح من هنا خالص. لا 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 انا سكران نيله واخلي الليله منايل بنيله. كله ماشي بنوره. بقول لك ايه كابتن عباس مستنيكي. ما تلعبيش بديلك. السكينه على رقبه الواد. كله ماشي. فين بنوره؟ كله ماشي. بنوره يا خواجه. انا اسربته سافا سافا في سخة الانا. كلياكو انت عندك عيال؟ عيال منين حبيبي وانا خناين؟ لو كنت جربت الدم كنت عملت اللي انا هعمله. فخد انا ورايخ فين؟ ما تخافش عندنا اصحابي حنينين قوي. خناين؟ كوموا؟ ايوه انا خد خناين. طيب بس تعال. انا بتاع الخنان. طيب يا تعال. انا بتاع الخنان. يا امريكا يا مخالي يا امريكا انا كرياكو بتاع واخد خنان. أخلن بالزبون. هما دول بتوع واخد خنان؟ أعذرني يا كرياكو الضنا غالي.
ايه بالفلوس اللي معاك يا عسل؟ لا 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 خبيبي، عملت واخد معروف، عملت واخد معروف خبيبي، انت اخد فلوس، انا بتاع خنان. انا استاذن اروخ عشان انا خناين، انا احب اروح ابقى خناين. تراوخ تبقى خناين عشان تبلغ عني؟ كتف فوق. انا مش ابلغ كتف فوق خبيبي، مش كتف، انا خناين. نفسك في ايه قبل ما يذبحوك؟ يا سويس يا بتاع بوليس، انت تخرس خالص. ايه الماما بتاع انا اتشاد على روحك بالجريجي؟ لا احنا ما اتفقناش على الاكل. فين ابني؟ المعلم خنزير اشتراه، وانت هتسافري معاه. احنا ما اتفقناش على كده يا عباس. فين عزيزي عباس؟ فين ابني عباس؟ مش هتشوفيه غير في اسكندريه. ده انت اللي لا هتشوف ولا توعى. خلاص ما نسمع عليك الصوت. لا بقى، ده انا صرخ ولم عليك الدنيا. خلص عليها يا عباس، لا تفضحنا. مش هتلحق. فين ابني عباس؟ كلها غزة. فين ابني عباس؟ لا ما عباس. ايه ده؟ انت ايه؟ انا الرازل العسل. تاج راسي صور. تعال تعال، ما اقولكش. طب انا هخلص عليك وعلى اللي جابوك. منصور منصور يا حبيبي منصور. تراجي. ايوه منصور. يلا نجري. اهلا يا عسل، خش علي علي. تعال لي يا عسل، تعال لي يا عسل. توبت يا عسل. لا انت كده بقت عسل قوي. أهم. محلك انت وهو اللي هيتحرك هيتضرب بالنار. بريء والله يا سعاده البيت، وشرفك مظلوم يا سعاده البيت. ده هو السبب، منصور هو السبب. تمام يا سعاده البيت، الفلوس اللي بلغت سعادتك عليها هتلاقيها في جيبه يا فندم. خطفوا ابني يا سعاده البيت. ابوس ايدك يا سعاده البيت، رجع لي ابني، رجع لي ابني، ابوس ايدك. ما تخافيش على ابنك يا تراجي، اهو كده يبقى كله ماشي. عزيز يا حبيب قلبي، يا ابني يا ضنايا، وحشني قوي يا ماما. انت وحشني اكتر يا عيني. اما فين السواق يا ماما؟ السواق؟ تمام يا باشا، وما حدش غير قطه مرحوم امي ومهيت كونستابل. ينفع يا باشا؟ ماشي كله ماشي.